مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حماتك بتحبك. في الحلقة الفاتت فازت مدام عزة وزوجها إسلام، هل حيفوزوا الليلة وياخذوا البطاقة الذهبية ولا مدام رحاب وزوجها الممثل ياسر رضا حيتغلبوا عليهم؟ يلا نبدأ ونشوف حيحصل شنو. أنا سعيدة الليلة معي في الحلقة دي الأستاذ الممثل المشهور ياسر رضا، وأرحب بك كثير في جلستنا دي وإن شاء الله تكون ممتعة وخفيفة على المشاهدين. فنبدأ الحلقة دي ونشوف برنامجكم وفي رمضان كيف والحاجات اللي بتحبها أنت في رمضان كيف، بما أننا في الشهر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي كل المشاهدين السودانيين وغير السودانيين داخل وخارج الوطن العزيز. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وتصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. رمضان شهر جميل جدا وشهر مميز، والناس قاعدين يفكروا في الأكل كثير في رمضان، وفعلا هو شهر فيه كثير جدا من الروحانيات والحمد لله، بالإضافة إلى المطبخ هام جدا في رمضان. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حباني بزوجة يعني قالوا نفسها ويدها طعمة ما شاء الله، الحمد لله. ما قاعد سعيدة كثير والله، لأنها هي أصلا ما محتاجة لمساعدة. طيب أحسن الطبخات اللي بتعملها لك مدام رحاب، يعني اللي أنت بتحبها من يدها؟ والله قاعد تعمل أي حاجة كويس، لكن الحاجات الخفيفة في رمضان دائما لذيذة. ناس العصيدة واللومة والكلام ده، دي أطباق أساسية في رمضان. في رمضان ما في شك لازم يوميا يكون في يعني حاجات سهلة الهضم بعد اليوم يوم الصيام الصعب ده مع جونا السخن. فدي من شرتك العدة بتاعت رمضان؟ نعم. ما شرتك العدة بتاعت رمضان؟ ما نسويش في رمضان عندهم العدة دي طوالة في رمضان وفي غير رمضان، احنا على العدة دايما. اسم العدة. طيب يا عزة، انت كنت الفاز الحلقة اللي فاتت، واثقة مني كنت الدورة دي حتفوزي ان شاء الله يا رب. طيب يا اسلام، بيقولوا اقرب طريق لقلب الراجل معدته، يعني أهم حاجة في مواصفاتك لاختيار الزوجة إنها تكون لازم طباخة، يعني طباخة طبعا. لازم تكون طباخة. وإذا كانت ما طباخة يعني كنت هترجع بيتنا ثم ولا شو؟ لا كنت بعلمها طبعا. كنت بعلمها. أنت الظهر عليك شاطر في المطبخ. شديد والله. علمك أنت ولا علمتيه هو؟ هو علمك ولا أنت علمتيه؟ والله يعني في حاجات أنا ما بعرفها هو وراني. طيب يا ياسر، المقولة بتاعت أقرب طريق لغلب الرجل معدته، يعني كان اختيارك شنو؟ انت مواصفاتك لاختيارك لرحاب شنو؟ والله يا اخي رحاب ربنا يديها الصحه والعافيه، يعني ربنا اكرمني بها. كان اهم حاجه انها تكون طباخه يعني؟ طباخه. انا والله يعني الحمد لله والدتي الله يديها الصحه والعافيه، ومن هنا بهنيها وبقول لها كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. بجد مره فنانه في المطبخ. وجات رحاب سكرت معاها في البيت، ورحاب فنانة ذاتها وبدعمتي بالمناسبة. فبرضو اتعلمت منها، هاي أخذت مدرستين ضخمات يعني ما مدرسة عادية. فالوالدة ربنا يديها الصحة والعافية فنانة جدا في المطبخ. ورحاب قعدت معاها طويل، وجات أصلا أمها معلمة يعني ما جات ساكت، فبقت ما واضح واضح والله واضح واضح انه رحاب حماتك بتحبها شديد. حماتك فين انت مش كده؟ موجوده برضه بتحبك بنفس درجه الحاجه. قالوا الزول اللي بيحبه ربنا بيحبه بريده انه يقع في حماه بتحبه، يعني لا لا لا، انا علاقتي بها مميزه جدا والله الحمد لله. ما شافت من اي حي كعبه ولا شفت من اي حي كعبه، راضيه عليك كله تماما تماما الحمد لله، ذلك الفضل من الله. وانا قاعد اقول يا حبيبي الحلال يعني مره بالحلال ربنا اكرمني بها، يعني اول واحد يجي في الحلقه دي ويشكر مره الشكر لها. لا لا بجد والله ده ما ما عشان احنا بعد الحلقه مع الحلقه حنديها شهاده. طيب يا رضا، طيب يا اسلام، احسن طبخه عملتها لك في بتعملها لك في رمضان عزه شو؟ والله بتعمل حاجات كثيره يعني
شاطرة في الحلويات؟ جدا ما فيها كلام والله. طيب الحلويات الأكل. الحلويات اللي بتعمل لك في رمضان عامرة يعني دائما في صينية رمضان؟ يعني الكنافة قطايف يعني ما شاء الله هي معلمة كويس يعني ما عندها مشكلة. يعني هو طبعا يقول لك أهم شيء التربية يعني التربية هي اللي يعني الأم بتعلم وبتوري وكذا ما شاء الله طلعتها تمام. تمام الحمد لله. أهم حاجة النفس في المطبخ. أيوة لازم. طيب يا رحاب نرجع لكم في رمضان دائما رمضان معروف بأنه الجيران أنت تودي لقمة ليدي ودي تجيب لك طعمية عندكم العادات دي في رمضان؟ الحمد لله يعني بتبادل مع جيراننا الأطباق في رمضان وأهلنا الحمد لله. فهسه نحن رحنا منطقة جديدة ما عارف الناس في الحتة الجديدة كنت في الحتة أول الجديدة. مرة صوف نصوم في رمضان ما شاء الله كان بنتبادل الأطباق مع بعض وقت الفطور يعني بالذات احنا نرسل لهم ياسر بحب صينية رمضان تطلع برا يعني بحب بيفطر برا البيت لا والله بيفطر مع أولاده بحب يفطر مع أولاده في البيت يعني يعني أولاده وأنا والحجة بنفطر مع بعض ما بفطر ليه ناس الحلة ما بيطلعوا برا ما بيطلعوا كده لا ما سكننا يعني في حتة كده شوية الناس صعبين ما متداخلين زي أهلنا في الريف وفي الغورة وكده فالناس مكمشة شوية على روحها يعني ظروف الحياة مختلفة في مناطق وبيئات مختلفة فالناس في حاجة جميلة جدا والله الناس يفطروا مع بعض وطلعوا صليب يعني دي من الحاجات اللي قاعد تميزنا كسودانيين يعني الواحد لو مسافر حس وقت الفطور قاعد يشاهد منظر ما ممكن يشاهده إلا في السودان إنه الناس بيقفلوا الشارع يوقفوا العربات ينزلوهم عشان يحللوا صيامهم ويفطروا كده دي ما قاعد تحصل إلا في السودان يعني كرم زي ده ما في احنا نعتز به جدا والله ونفخر إنه احنا سودانيين من المشاهد اللي قاعدين نشاهدها دي يعني عفتك رحاب من نقت راحة كورتي وراح صحانيهم مع الأكل في الفطور برا دي طبعا عندهم مشكلة النسان في إن العدة دي تروح يعني فعفتك يعني ريحتك من المسألة دي طيب نرجع لإسلام وعزة ونقول لهم في البيت يعني طبعا المسلسلات رمضان وبرنامج الروحانيات وصلوا الحياة دي يوم انت ضربت لها تلفون قلت لها انا جايب ضيوف وفي قلت لك انا الليلة تعبانة ما لا والله ما حصلت لا دي ما عندنا والله ما حصلت ما فيأتها كده بضيوف وقامت نقت لك لا والله يعني زي ما قلت تخدم الحفيها انا والله لا انتوا بتبالغوا في شكر النسوان انا داير الحقائق لا والله جد ما قلت لك الحاجة دي كلها أساس التربية انت كلامي يعني أنا يعني هي أمها يعني عمتي فشنو فيعني أنا شفت الحاجة دي عندهم يعني يكرموا الضيف ويخدموا يعني ما شاء الله الناس عليهم ما في ولا كلمة والله طيب يا ياسر أكثر حاجة قاعد تنقلك فيها والله يعني زي ما بقوله بصراحة كده الحلو ما يكملش بالمصري دي يعني عندها حبة نقة كده بس ما في الضيوف يعني ما حصل يوم أنا قلت والله مع ضيف نقلت صراحة يعني في التأخير بدل البيت مرحابة وبترحب بالضيوف وما ما ما قاعد تتضجر من حياتي أبدا دي يمكن من أهم حاجاتها والله صراحة لكن في نقة في الحاجات الثانية كثيرة يعني ما في داعي لها يعني لا لازم نحكها لا ما عندها علاقة بالضيوف الحياة العامة يعني شهر كريم زي دخل ونطلع جبت لها خضار كعب مثلا جبت لها توب مع جبا جبت لها يعني النقة في الحاجات دي قلت لك لا شفتي عارفة براخ الحمد لله طيب يا جماعة نطلع فاصل ونمشي المطبخ نشوف الليلة طبقنا اللي حيكون شنو ونشوف مهارات ضيفاتنا ونواصل الدردشة مع ضيوفنا الكرام وصلنا معاكم لفقرة المطبخ ونشوف مسابقتنا الليلة مع ضيفاتنا رحاب وعزة نسأل رحاب الليلة طبقنا شنو والله الليلة صينية بتاعت سمك إن شاء الله برضو عزة حتعمل نفس الطبق صينية السمك
فأنا بخلي لكم المطبخ بعدين صينية السمك بتاعتك كل واحدة تكون في التزيين مختلفة من الثانية عشان هي واحدة يعني مهاراتكم تكون في اللمسات الأخيرة من يلا عزة هتعمل لنا نفس الطبق هتكونوا متبارين فيه بعدين الاختلاف هيكون في اللمسات الأخيرة عشان كل واحدة تميز الطبق بتاعها يلا سيب لكم المطبخ وارجع للاستديو أواصل الحوار مع ضيوفنا رجعنا مع ضيوفنا في الاستديو ومعي اثنين أساتذة في مجالاتهم المهنية إسلام في مجال التصوير الفوتوغرافي وأستاذ رضا ممثل مشهور معروف فنبدأ بإسلام يكلمنا عن التصوير والمجال بتاعه استهواه ودخلته كيف أنت المجال ده؟ والله طبعا التصوير الفوتوغرافي ده أصلا هو هواية هواية؟ هواية يعني ما, ما, ما وظيفتك يعني؟ لا هو هواية وبعدها بيجد على وظيفة يعني فأنا بصور من عمر 16 سنة ما شاء الله عمر طبعا درست دراسة وبعد ذلك خشيت وزارة الصحافة والإعلام واشتغلت في شغل الإعلامي وبعد ذلك فوتوغرافي معروف يعني فوتوغرافي معروف فهي يعني بجد بالنسبة لأي حاجة يعني في حياتي في عملي هي شغلي أكل عيشي كله يعني الحمد لله فليه هسه مستمر فيه عندك برا استوديو يعني عندي استوديوهات وبشتغل أي شغل بيختص بالتصوير ده يعني الحمد لله بشتغله يعني مجال حلو جميل جدا وممتع وبعدين يعني أتمنى أي زول يكون هاوي كل ما يعني ياخدك شغل لما ياخدك هواية بيبدأ فيها لكن إذا أخذ لي شغل أو عشان تجارة ما هينفع فيها لأن هي حاجة هواية أكثر من تجارة هواية أكثر من تجارة وشغل يعني. عشان كده الواحد لما تكون عنده هواية بينجح فيها يعني أيوة لأنها دي رغبته طبعاً طيب نرجع طبعاً. للأستاذ رضا وبدايتك مع التمثيل وأخذته كاحتراف كهواية دخلت التمثيل كيف؟ الحقيقة أنا ما درست تمثيل لكن درست من باب الهواية درست كلية تانية مختلفة كلية الشريعة والقانون وأنا في الكلية عملت حفل تخرج للدفعة اللي قدامنا وكنت مشارك ممثل ومخرج لكثير من الأعمال فكان معانا زملائنا في أكاديمية السينما وأكاديمية الفنون في مصر أنا درست في إسكندرية الحقيقة وهم كانوا حاضرين الحفلة اللي عملناه أنا بخرج الدفعة اللي قدامنا يعني الدرجة العادة إنه كل دفعة تخرج اللي قدامها يعني حفل سنة ثالثة خرجنا أولاد سنة رابعة فحضروا الحفل ده قالوا والله شغل مميز جدا العمل الشغل ده منه فقاموا قالوا والله يعمل واحد اسمه ياسر رضا الوقت ده كان ما معروف خالص يعني قاموا جو بور المسرح ولاقوني كان عبادي محجوب المخرج الان في التلفزيون القومي وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن وكمال فضل كمال فضل ده كان بيقرا في فنون مسرحيه وعبد الرحمن وعبادي بيقروا في محل السينما فكان عندهم مشروع مشترك مع بعض انه يجوا ويعملوا فيلم سينمائي وقد كان فتم اختياري لبطولة الفيلم ده وانا في اسكندرية في سنة ثالثة ده اول عمل لك ده اول عمل لي اسمه كان العدل قبل القانون فيلم سينمائي بعده جاء فيلم برضو سينمائي واسمه ويبقى الامل الاثنين شاركت في بطولتهم والاثنين كان مشاركان فيهم الدكتورة منال بدر الدين المطربة المعروفة والصيدلانية لها التحية وبنقول لها رمضان كريم سبعا في عقد الجلال كانت أيوة كانت فعلا عضو فرقة عقد الجلال وانطلقت من الوقت ذاك ومارست التمثيل باحترافية ما هواية يعني ما اشتغلت بالقانون حقيقة اشتغلت بالتمثيل بس طيب يا إسلام
في مجالك الفوتوغرافي ده بتحصل لك طرايف في التصوير في الحياة دي وحياة كنت قدر تعملها وتصويرها وحصلت لك فيها؟ كلمنا عنها. والله طبعا بتحصل لك حياة كثيرة جدا في مجال التصوير بالذات. في مجال التصوير بالذات يعني نحن طبعا يعني أصلا متخصصين في شغل الأعراس والعرايس وكذا. بالذات الأعراس ومجال الإرسان دي بتديك طرايف كثيرة يعني. كثيرة جدا جدا. يعني طبعا احنا يعني السودانيين دي هنا شوية في قصة التصوير دي صعبين شوية يعني ما زي الناس البر وكذا يعني عشان يعني ناس يدوب الناس بتفهم عشان التصوير فطورات والتصوير في المناسبات والتصوير في الاستوديوهات وكذا فخاصة في الاستوديوهات يعني نحن بيجونا إرسان كثير هناك وطبعا بتوقف انت الارسال لانك يعني تاخذ لهم لقطات بوقفاتك انت فبتلقى كثير الناس ما تفهموا ذا الكلام يا زول لا 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 يا زول ما تحبش ما تحبش كده ما تقبل ما تقبل كده واحد يطلع لك سكين واحد يعمل لك يعني بتلقى حاجات كثيره يعني زي دي يعني يمكن الحاجات دي عندنا هنا شويه كده خاصه الناس العرب بين الناس الغاليين اول هنا ما بيفهموا ذا الكلام زي ده يعني تتوقف لك عروس وكذا ما بفهم ذا الكلام طيب في الحالة دي تتصرف كيف؟ والله بوقف بعيد بس بقول له اعملوا كذا اعملوا كذا بس زي ما بس زي ما يجي ويجي بعد ذات ما خلاص بقول ما في ما عندك يعني خيار ثاني ما في خيار ثاني طيب نرجع لرضا وبمناسبة انك انت ممثل وطرايف التمثيل دي كثيرة يعني ايوه ورينا طرايف المواقف اللي حصلت يعني اطرف موقف ونحن في الشهر الكريم ده احنا كنا بنصور بنعمل بروفات لمسرحيه اسمها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم كان رد على الهجم الشرس ضد الرسول صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بنعمل في بروفات لمسرحيه اسمها سيد البشر وانا بعمل دور ابو لهب ومعي طبعا مجموعه من الكفار يعني فكان تلقائيا كده ونحن نعمل في البروفات والناس شغالين بيقولوا وقال محمد صلى الله عليه وسلم الكفار المعاي بيقولوا صلى الله عليه وسلم فكان انا كل مره اقول لا يا اخوان انتوا كفار صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم شكرا يا ياسر ووصلنا لفقره فرز المسابقه بتاعتنا ونقول لضيوفنا تفضلوا معنا السفرة ونطلع فاصل ونواصل المسابقة حماتك بتحبك قبل الفاصل عزة ورحاب عملوا لنا صينية سمك تعالوا نشوف التقييم في الطبق الأول قيموا يلا يا إسلام تفضل معلنا رغم إنه السمك ده في رمضان بيعطش لكن نشوفه كم من 10؟ والله بصراحة كده 10 من 10 عشرة من عشرة وأما الطبقة الثاني اللي قدرت تدونه العطش بالسمك ده في درجة أعلى من 10 من 10 أنت قبل استعجلت ضدك من 10 أيوة والله لكن صراحة جميل جميل ما في ولا كلمة لكن لو في طريقة 10.5 من 10 فده 10.5 من 10 يلا يا إسلام دام 9 من 10 للرجل يا راجل ما بتغير رايك ده لا جميل والله إيه. والله صراحة الاثنين جميلات خالص ما فيهم كلام هاي تسلم الايادي شكر الله الصانع ما اديتنا درجاتك درجاتك الاخيره 10 من 10 و10 من 10 الاثنين اي والله ولا كلمه ما فيهم كلام اي والله الاختيار صعب بيناتهم الاثنين صعب وانا في موقف لا يحسد عليه لكن لازم انه
تكون عندنا فايزة يعني لازم يعني أنا أختار. فأنا اخترت الفايزة في مسابقتنا الليلة الطبق ده. ده 9/10 وده 10/10. الفايزة معانا الليلة هي مدام. الفايزة معانا الليلة هي مدام ريحاب. مبروك لمدام رحاب وحظ أوفر لمدام عزة. بكرة حنتلاقى تاني. مع السلامة.